دمشق، دمشق اسمك آيات أرتلها من سورة الحب أو من لفحة الغضب، من بعد جفنك لا هدب يظللني، ماذا المحاجر لولا دوحة الهدب، من بعد جيدك لا جيد أعانقه، أيام لا جيد غير الراغم التعب، من بعد صدرك لا صدر سنابله كبيدر ذهبي رائع خضب. هذه دمشق، هذه دمشق تعالى الله خالقها، ست الجمال وبنت العز والحسب، هذه دمشق وإني ألف أعشقها عشقا يخلد كالآيات في الكتب. كلمة الافتتاح للدكتور سفير أحمد الجراد مدير عام مؤسسة القدس الدولية فرع سوريا، فليتفضل. السادة الأكارم، باسم رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية الدكتور أبو ثينة شعبان، وباسم رئيس مجلس إدارتها الأستاذ باسل جدعان، أرحب بجميع قادة الفلسطينيين، جميع قادة المقاومة الفلسطينية، وأرحب بجميع النخب الوطنية الثقافية الفكرية، كما أرحب بممثلي السفارات، السفارة الإيرانية والسفارة العراقية والسفارة السودانية والسفارة الروسية والسفارة المصرية، كما أرحب بجميع المهتمين بالشأن الفلسطيني والتلازم الفلسطيني السوري لراهنية الأحداث بشكل عام. أيها السادة، في ملتقانا هذا اليوم القدس نبض الانتفاضة، يأتي هذا الملتقى لإحياء وتعميق مرور عام كامل على انتفاضة الشباب العرب الفلسطيني في القدس، في ظل الدراسات المعمقة من قبل الكيان الصهيوني على أن الشباب في فلسطين قد تخلى عن هويته الوطنية، قد تخلى عن ثوابته ومرتكزاته في الدفاع عن مقدساته، في ظل غياب كامل لدور الشباب في فلسطين حسب ما درسوا هذه الظواهر عن أي معترك وطني وسياسي، تأتي الهبة الشبابية الرافضة للكيان الصهيوني لتعمق مفهوم الجهاد ضد الكيان الصهيوني، وتطور أدوات الجهاد من العمليات الاستشهادية إلى ثقافة كما سماها الدكتور نضال صالح، إلى ثقافة السكاكين، إلى ثقافة الدهس، وذلك لتعبير كامل وشامل على أن انتفاضة القدس هي انتفاضة حقيقية جوهرها الشباب الرافض الغطرسة المتمثلة في الكيان الصهيوني. تتوالى الأحداث في فلسطين لتعترف أخيراً منظمة اليونسكو بعدم أحقية إسرائيل في أي دور تاريخي لأقصانا ومقدساتنا، اليونسكو اعترف أخيراً بما هو مسلم لدينا وبما هو من الثوابت يقيناً لدينا، أن القدس عربية بامتياز، إسلامية مسيحية بامتياز، والقدس ملتقى الثقافات، ملتقى الحضارات، مهبط الرسالات، فيها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء، وهي رسالة على التوأم الروحية للأنبياء جميعاً. القدس اليوم بعد مرور عام على انتفاضتها هي تعبير، وهي تريد أن تكون هذه الانتفاضة مستمرة، ولا أقل من أن نعمق الإرباك الذي جعلته هذه الانتفاضة لدى الجنرالات في الكيان الصهيوني. تتوالى الأحداث في فلسطين أيضا لنقول أننا اليوم وفي هذا العام ذكرى مرور 100 عام على الوعد المشؤوم لبلفور. ما بين أحداث متتالية وما بين إرهاصات كثيرة للقضية الفلسطينية،
تأتي مؤسسة القدس الدولية راصدة لحقيقة الممارسات الصهيونية في فلسطين، وكذلك راصدة للتطور النوعي والقيمي للمفهوم العربي في فلسطين الرافض لهذا الكيان. نحن في مؤسسة القدس الدولي إذ نحتفل بمرور عام على انتفاضة القدس نؤكد على أن هذه الانتفاضة لها أهمية من خلال تلازم المكان والزمان. أما الزمان فهو عنصر المفاجأة التي فاجأت فيه جنرالات إسرائيل، وأما المكان فهي دمشق، عاصمة العروبة، عاصمة الجهاد الحقيقي، العاصمة التي جعلت مراراً وتكراراً تؤيد في قنواتها الإعلامية وفي محاضراتها وندواتها أن الجهاد المقدس لا يكون إلا ضد الكيان الصهيوني، الجهاد المقدس لا يكون إلا ضد الغطرسة الصهيونية. دمشق من هذا المكان إذ نحتفل بأحقية الشعب الفلسطيني بالتعبير عن قضاياه والدفاع عن مقدساته، نقول دائماً أن التلازم في المسارين السوري والفلسطيني هو ضرورة وعقيدة وهوية وامتياز تتميز به سوريا. لا أريد الإطالة لأقول لكم جميعاً إن اجتماع جميع قادة الفصائل الفلسطينية مع النخب الثقافية الفكرية الداعمة للقضية الفلسطينية في سوريا هو تعبير أمثل على أننا إذ نجتمع اليوم لمرور 100 عام على وعد بلفور المشؤوم لنرفضه، والمرور عام على انتفاضة الأقصى، لنقول أن هذه الانتفاضة مستمرة بأشكالها وأطيافها المتنوعة، قد تكون ثقافية وقد تكون عسكرية وقد تكون حتى اقتصادية. الله أسأل أن يجعل ملتقانا هذا فاتحة خير لانطلاقات عديدة من الممارسات الثقافية السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية، وشكرا لكم. هي انتفاضة شعب، ولكنها تكتب بطولاتها بالسكاكين. انتفاضة انطلقت في زمن الصمت لتقول للعالم أجمع: هنا فلسطين، هنا أرض الأجداد، هنا القدس عربية وستبقى عربية. مع انطلاقة هذه الانتفاضة الفلسطينية يروي شباب فلسطين أرضها المحتلة بدمائهم، وهم الذين ثاروا على تدنيس المسجد الأقصى المبارك وما فعله بالمرابطين فيه، وهم يحاولون الآن أن يقضوا على قضيتنا الفلسطينية ببعدها القومي باستهداف سوريا الحبيبة، الحليف الدائم الأساسي على الدوام إلى جانب إيران في دعم انتفاضة فلسطين، في دعم انتفاضة تخرج من الأرض المحتلة ضد العدو الصهيوني. ولكن سوريا بصمود شعبها وحكمة قيادتها ها هي تنتصر للعام السادس على المشاريع الصهيو أمريكية، وتبقى فلسطين بالنسبة لها هي البوصلة التي لا تحيد. فمن فلسطين إلى سوريا ألف تحية وسلام. كلمة الفصائل الفلسطينية للأستاذ أبو حازم أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الانتفاضة، فليتفضل. حضرة الدكتورة بثينة شعبان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية سوريا، حضرات الإخوة سفراء الدول الصديقة، حضرات الإخوة أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، الإخوة قادة الفصائل الفلسطينية، أيها الحفل الكريم، تحية طيبة لكم إخوتنا في مؤسسة القدس الدولية على هذا الملتقى اليوم. ونحن نتحدث عن الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة الشعبية داخل الوطن المحتل،
التي اندلعت شرارتها من القدس في أشد الظروف والمستجدات التي تمر بها أمتنا العربية، وخاصة ما يجري في سوريا من مؤامرة كونية كبرى منذ 5 سنوات. فكانت انتفاضة شباب فلسطين تحمل عدة دلالات هامة وحقائق على كافة الصعد، وأساس ذلك رداً على سياسة العدوان الصهيوني المستمر على شعبنا في تهويد الضفة الغربية والقدس بشكل خاص، ومحاولات الدخول إلى المسجد الأقصى للسيطرة عليه واهماً أنه أخضع الشعب الفلسطيني. جاءت الانتفاضة على يد جيل يرفض الاحتلال شكلاً ومضموناً. هذا الجيل لم تقنعه اتفاقيات أوسلو الكارثية ولا المفاوضات مع الكيان والبحث عن تسويات سياسية. جيل أدرك حقيقة هذه المفاوضات الخطيرة التي سمتها التنازلات والتي سيكون من نتائجها اتفاق أسوأ من اتفاق أوسلو وبشروط الكيان الصهيوني، أي وضع الحقوق الفلسطينية في موضع التصفية النهائية. هذه الانتفاضة منسجمة مع تاريخ شعبنا النضالي، وهي إحدى حلقات هذا النضال الذي يتجلى في شعب مقاوم يستحضر القضية ويعيد لها حضورها وبهائها. مشهد يظل يؤكد أنه ليس من حق أحد أن ينهي القضية ويسدل التراب عليها. هذه الانتفاضة تقول لكل المتآمرين: فلسطين وطن للشعب الفلسطيني، مهد الديانات والحضارات والمقدسات. على أرضها اشتعلت المعارك الخالدة، وعلى أرضها هزم الغزاة واندحروا. فلسطين أكبر من أوسلو وأصحاب أوسلو ووادي عربة، وأكبر من كامب ديفيد، وأكبر من الخانعين والمهزومين من بعض الحكام العرب، وأكبر من الرباعية وبلير وبان كيمون ومنظمته ومن تدخلات الرباعية العربية السافرة. نقول لكل هؤلاء من العرب: إذا كنتم مقتنعون بأن فلسطين عربية، فلماذا التنازل عنها؟ وهل من حق أحد أن يتنازل عن شبر واحد من الأرض ومن الوطن؟ وهل شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية فوضت أحد للتنازل لهذا العدو؟ فإذا كانت الظروف لا تسمح بالتحرير الشامل والكامل، فليس البديل التنازل وبيع الوطن والتسليم للعدو الصهيوني، فالبديل الحقيقي هو المقاومة وإدامة الاشتباك مع هذا العدو مهما طال الزمن. لقد أثبتت الانتفاضة أن شعبنا الفلسطيني هو جزء من محور المقاومة، وأكدت حقيقة هامة أن الطريق الوحيد لاستعادة الحقوق هو بتراكم أعمال المقاومة، وأن طريق المقاومة والانتفاضة والكفاح يشكل الأمل باستعادة حقوقنا في فلسطين كاملة غير منقوصة. في هذا العام تتعاظم التحديات على أمتنا العربية وشعبنا الفلسطيني، وتكثر مشاريع التجزئة والتفتيت والهيمنة والتدخل الأجنبي. فحركة التاريخ في مفهوم أمريكا والعالم الغربي تمضي إلى صياغة عالم لهم دون غيرهم، حيث تتملكهم نزعة العنصرية والتفوق البغيض في العرق، وهي نزعة تتطابق مما لدى اليهود الصهاينة في نظرتهم للغير. لهذا عاشت المنطقة مخاطر كبرى، ومخاط ثورة الفوضى الخلاقة التي سميت عند البعض الربيع العربي، لخلق أعداء وهميين وحروب لبث الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة من أجل التمهيد أمام المشاريع الأمريكية التي تسعى إلى ضرب محور المقاومة وفرض حل على الشعب الفلسطيني
يضمن المصالح العليا للكيان الصهيوني وحمايته. تصدت سوريا العربية المقاومة بحزم لهذه المشاريع المعادية، وبنت تحالفاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل قوى التحرر العربية والإسلامية وكل الدول التي ترفض سياسة الهيمنة والاحتلال مبنية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة باستقلال وسيادة قرارها. كانت سوريا ولا زالت بقيادة الرئيس بشار الأسد القلعة العربية الصلبة في مواجهة الكيان الصهيوني، وقدمت لفلسطين على امتداد عمر القضية الفلسطينية من الدعم والمساندة للحفاظ عليها من خطر التصفية النهائية، ودعمت المقاومة في لبنان ووقفت ضد كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني داعمة الجماهير العربية، مما أدى إلى سقوط مشروع الولايات المتحدة الشرق الأوسط الجديد. ومنذ 5 أعوام مضت تتعرض سوريا وتواجه مؤامرة كونية من أعتى المؤامرات من قبل أعداء أمتنا، إمبرياليين وصهاينة ورجعيين وتكفيريين، ومن بعض الحكام العرب الحاقدين مستخدمين أداة الإرهاب الأسود الحاقد. وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وعملائها في منطقتنا حربها على محور المقاومة، وأرسلت كل طواغيت العالم وإرهابيه إلى سوريا، وفرضت العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحليف الأساسي في محور المقاومة الثابت بالدعم لسوريا والمقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين. هذه الثورة الإسلامية التي حملت من المبادئ والفكر والتطور في مجالات شتى خلاصتها عزة الإنسان وكرامته وبناء حضارة إنسانية ملتزمة بالقيم الإسلامية الرفيعة التي ارتكزت على النص القرآني والسنة النبوية، فكشفت بذلك زيف أدعياء الإسلام، إسلام أمريكا، الذين يستغلون الدين للتسلط والهيمنة كما هو في نموذج الإسلام التكفيري الوهابي البغيض، حيث تعاني أمتنا وسوريا بشكل خاص من إرهابه بممارسة القتل والتخريب وقطع وأكل الأكباد لهدم الحضارة الإنسانية بإثارة الفتن والاختلاف في الدين والتفريق بين المذاهب والأعراق. هذه هي الثورة الإسلامية الإيرانية التي جعلت من استرجاع القدس من أيدي الصهاينة في صلب العقيدة الإيمانية للمسلمين، وفلسطين في هذه الثورة القضية المركزية للشعب الإيراني. ومن هنا نحيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا على كل مواقفها الداعمة لسوريا ولفلسطين والمقاومة في لبنان. ورغم هذه الظروف الصعبة والخطيرة واتساع حجم المؤامرة، نجحت سوريا في صد هذه الهجمة الشرسة غير المسبوقة بفضل قيادتها الحكيمة وجيشها العربي السوري وشعبها الأبي الذي التف حول قيادته بدعم من إيران والدول الصديقة لسوريا، روسيا والصين والهند ودول البريكس ومعظم الدول الحرة المستقلة. بهذه المناسبة نوجه التحية إلى روسيا الاتحادية وإلى الرئيس الروسي بوتين الذين يشاركون الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب والإرهابيين التكفيريين إلى جانب حلفاء سوريا. لا زالت سوريا توجه الضربات الشديدة لأطراف المؤامرة الرجعية العربية والإسلامية المتمثلة في السعودية والأردن وتركيا وغيرهما،
أولئك الذين يشنون الحروب ضد الأمة العربية وضد محور المقاومة. وإننا اليوم إذ ندين ونستنكر بشدة العدوان السعودي على اليمن الشقيق، نؤكد وقوفنا الحازم إلى شقيقة سوريا في محنتها قيادة وشعبا وجيشا. ونحن لسنا حياديين في الموقف من سوريا، فالبعض من الفلسطينيين منذ الأيام الأولى للأحداث في سوريا رفعوا شعارا عدم الزج بالفلسطينية فيما يجري على الساحة السورية. هل هذا القرار بيدكم يا أصحاب هذا الشعار؟ فالمجموعات الإرهابية التكفيرية التي استخدفت المخيمات الفلسطينية من بداية هذه المؤامرة، وهي التي هجرت أبناء مخيماتنا في درعا والحسينية والسيدة زينب، واجتاحت مخيم الرمل الجنوبي وتجمعات الفلسطيني في أكثر من مكان، وهي التي هاجمت مخيم اليرموك وقتلت وأعدمت. فكيف يمكن أن نحيد أنفسنا عما يجري في سوريا؟ أليست أحد أهداف هذه المؤامرة هو تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من مخيمات سوريا؟ فالموقف الواقعي ومن حيث المبدأ أن نقاتل دفاعا عن سوريا لأنه دفاع عن فلسطين. سوريا هذه التي أرسلت الجيش العربي السوري للدفاع عن الثورة الفلسطينية في لبنان عام الاجتياح 82، ودفعت ثمنا غاليا من خيرة جنودها وضباطها 14,000 شهيد. فالمتآمرين اليوم على سوريا هم من باعوا فلسطين وتآمروا عليها، وكانوا أحد الأسباب في ضياع فلسطين ونكبتها. وشواهدنا كثيرة على ذلك. نؤكد وقوفنا مع محور المقاومة ومع حزب الله الذي لعب دورا هاما في سوريا، وإلى بعض القوى اللبنانية والعربية الذين وصفوا حزب الله بالإرهاب، نقول لهم إن دخول حزب الله في سوريا، وهو الدخول الأول للدفاع عن سوريا في محنتها هذه، فإن الدخول الثاني لحزب الله بمشاركة الجيش العربي السوري والإيرانيين والمقاومة الفلسطينية سيكون إلى الجليل الأعلى بإذن الله بعد الانتصار الكبير. بعد الانتصار الكبير في دحر المؤامرة، وكل القوى العميلة المتآمرة على سوريا والأمة العربية، إن انتصارات الجيش العربي السوري وقربه من تحرير مدينة حلب بالكامل زادت من هستيريا أمريكا وحلفائها، فانتقلوا من القلق والاتهام إلى التهديد والوعيد، بعد أن أدركوا أنهم اليوم أقرب إلى إعلان الهزيمة في الملف السوري من أي وقت سابق. فالدعم العسكري الروسي والإيراني صب في صالح الجيش العربي السوري الذي أثبت عبر هذه السنوات الخمس بأنه عصي على الانهيار. ونحن نحيي الذكرى الأولى للانتفاضة. مطلوب أن نسمي الأشياء بأسمائها. فالموقف الرمادي في قضايا الأمة وسوريا بالتحديد يصب في الموقف الآخر، ولن يشكل حماية للذات أو حماية للقضية أو الانتفاضة. علينا مواجهة الذات والاعتراف بأن الخلل هو الرهان على عودة أولئك الذين يتمسكون باتفاقات أوسلو وبالمفاوضات مع الكيان الصهيوني وقبولهم التعايش معه والتعاون الأمني ضد المقاومة. وأكثر من ذلك، العناق وظرف الدموع على القاتل شمعون بيريز، ويجب الوقوف في وجه البعض من الدول والحكومات التي تهرول للتطبيع مع الكيان. هذا الإقبال والعناق لقادة الكيان الذي أصبح علنا بلا خجل وحياء، هؤلاء الذين أطلقوا الحملات الظالمة والعواصف على سوريا ومحور المقاومة، الذين أضاروا ظهورهم لفلسطين
وأخذوا قادة الكيان بالأحضان. إن أحرار وشرفاء الأمة ومحور المقاومة وعماده سوريا العربية الشقيقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله والمقاومة الفلسطينية المتبادلين في أمتنا والمقاومين للتطبيع والمشاريع الاستعمارية سيظلون هم حماة القضية والانتفاضة، حاملين راية فلسطين حتى التحرير الكامل. تحية إلى شهداء الجيش العربي السوري وشهداء الشعب السوري الذين يواجهون عصابات التكفيريين، وتحية إلى شهداء إيران والمقاومة الإسلامية الذين تعانقت أرواحهم الطاهرة مع شهداء فلسطين وسوريا. تحية إلى كل الشهداء والمناضلين في كافة الوطن العربي والإسلامي الذين يجسدون المعاني الكفاحية من أجل تحرير فلسطين، كل فلسطين، من الاحتلال الصهيوني ومن رجس التكفيريين وأسيادهم. تحية إلى شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، وإلى الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني. تحية لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. أنا الفلسطينية أقول دمشق أنت وأنت الشعر خمرته، إني أحبك خمرا غير معتصري، كم صغتها بمداد القلب أغنية كنغمة العود تحكي نشوة الوتر، وكم وقفت على الأبواب معتمراً، وكم تلوت من الآيات والسور، وكم تناجت على فجر جوانحنا، كما المآذن في بوابة السحر، هذه الحبيبة من فيها يعاتبني، هذه الحبيبة من فيها يعاتبني، شاء الإله فكانت في الهوى قدري. إن تسأل الشعر يحكي الشعر قصتنا، أو تسأل القلب عندي أصدق الخبر. دمشق قد شاءت الدنيا بأن لنا في العاشقين خلود الشمس والقمر. ونبقى الآن مع عرض لمؤسسة القدس الدولية يلخص أحداث انتفاضة الأقصى في عام. لعام 2015 تنفست فلسطين من جديد عطر شهداء القدس عندما افتتح الشهيد مهند الحلبي الطريق لقافلة من الأحرار الذين هبوا لنصرة المسجد الأقصى والدفاع عن عرض أخواتهم في باحاته المباركة. بلغ عدد شهداء انتفاضة القدس 246 شهيدا، معظمهم من مدينتي القدس والضفة الغربية المحتلة. بلغ عدد جرح انتفاضة القدس المباركة 12,600 جريح. اعتقال 6,000 فلسطيني، ثلثهم من الأطفال، بينما لا يزال 480 طفلا إلى جانب 18 طفلة يقبعون في سجون الاحتلال الصهيوني. بينما قدمت غزة في اشتباكات شبابها على الشريط الحدودي لقطاع غزة 20 شهيدا، 750 جريحا من فئة الشباب، وردا على تلك الاعتداءات السافرة
وفأرا لدماء الشهداء البواسل وصرخات حرائر القدس، بلغ عدد العمليات التي نفذها فدائيون أبطال بإمكانيات متواضعة أكثر من 282 عملية، من بينها أكثر من 166 عملية طعن، إلى جانب 29 عملية دعس، 1440 حادثة إلقاء حجارة، 570 حادثة إلقاء زجاجات حارقة، 82 عملية إطلاق نار، وخمس عمليات إلقاء عبوات ناسفة. ومنذ اندلاع انتفاضة القدس تم نصف أكثر من 38 منزلا بشكل كامل وتدمير 54 منزلا بشكل جزئي، كما هدمت آليات الاحتلال أكثر من 180 منشأة سكنية وتجارية في القدس وضواحيها في سياستها لتهويد القدس واقتلاع سكانها منها. ونتج عن تلك العمليات في صفوف العدو 38 قتيلا صهيونيا ما بين جنود ومستوطنين، و532 مصابا. وتبقى البندقية مشرعة في وجه العدو، ويبزغ المجاهدون من قدس الكرامة والبطولة يدافعون عن قبلة المجاهدين، لتبقى انتفاضة القدس أيقونة الفدائيين الأحرار. لا شك كان هذا الفيلم الوثائقي المصور والراصد لأحداث انتفاضة القدس هو تعبير صادق عن الممارسات التي ينبغي أن تستمر ضد هذا الكيان المتغطرس. أيها السادة، ضمن منهج مؤسسة القدس الدولية وضمن أولوياتها تكريم النخب الوطنية، النخب الريادية، سواء كانت على الصعيد السياسي أم الثقافي المعرفي، يسوم أن نكرم بعض الشخصيات. شخصيتان اثنتان، الأولى شخصية سياسية ثقافية طافت سوريا بشكل كامل للحديث عن فلسطين قبل الأحداث في سوريا، والشخصية الثانية، هذه الشخصية التي طافت سوريا للحديث عن فلسطين قبل الأحداث استمرت بمنهجها في الأزمة السورية لتكريم ذوي الشهداء. نراه بين أبناء الشهداء، إلى جوار نساء الشهداء، إلى جانب آلامهم وأحزانهم، معبرا عن حقيقة الجهد المبذول تجاه القضية السورية. يشرف مؤسسة القدس الدولية أن تكرم الدكتور معن صلاح الدين علي، محافظ القنيطرة سابقا، المثقف الريادي، فليتفضل إلى جانبنا مشكورا. طبعا الدكتور معن صلاح الدين عضو مجلس إدارة وعضو مجلس أمناء في مؤسسة القدس الدولي، وهو محافظ القنيطرة سابقا، وحاولت إسرائيل اغتياله من خلال قصف منزله في محافظة القنيطرة. أما الشخصية الثانية فهي ريادية في موقعها ومستمرة فيما بعد موقعها، هي شخصية ثقافية محورية وطنية سياسية بامتياز، عبرت التعبير الأمثل عن نموذج المرأة السياسية السورية الوطنية، آمنت بقضايا سوريا بجميع مفاصلها، وساعدت لتعميق مفهوم المحور الثقافي المعرفي العسكري السياسي لتلازم القضية السورية والفلسطينية. يشرفنا أيضا أنه نكرم الرفيقة شهناز فاقوش، فلتتفضل مشكورة. هي عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي سابقا في سوريا، وهي أيضا عضو مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية. طبعا ويشرفنا أيضا أن أدعو الدكتور أبو ثينة شعبان،
رئيس مؤسسة القدس الدولية أيضا إلى المنصة، والأستاذ باسل جدعان لتفعيل مفهوم الكاتب. تكريم الدكتور معان صلاح الدين علي. أيضا أدعو الدكتور أيضا أبو فارس إلى تكريم الرفيقة شهناز فاقوش. طبعا هذا التكريم هو جزء من العطاء الوطني الكبير المتمثل في شخصية الدكتور معان صلاح الدين والرفيقة شهناز فاقوش. باسم مؤسسة القدس الدولية كل الشكر لكما لجهودكم المبذولة قيميا ومعرفيا. دكتور معان يريد أن يلقي كلمة بدقيقتين. ما في داعي. قرأت في المؤلفات الكاملة للفيلسوف زكي الأرسوزي إن إذاعة القدس العربية هي التي أعلنت استقلال سوريا في 17/4/1946. من القدس كان إعلان استقلال سوريا، ونرجو من الله أن يكون إعلان ليس فقط القدس إنما فلسطين، أن يكون إعلان الحرية لها والعودة إلى الحضن العربي والإسلامي والمسيحي من دمشق العروبة. السلام عليكم أيها السادة. أشكر مؤسسة القدس الدولية على هذا التكريم، وإن كنت أرى أن قامات كثيرة تحتاج لمثل هذا التكريم. أعلن فقط من دمشق هنا القدس تحية للانتفاضة، تحية للمقاومة. كلمة الختام كلمة مؤسسة القدس الدولية لرئيس مجلس أمنائها دكتور أبو ثينة شعبان، فتتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأصدقاء، أيها الأعزاء جميعا، باسمكم جميعا نترحم على شهداء الانتفاضة الفلسطينية وعلى شهداء الجيش العربي السوري وشهداء الأمة العربية والأصدقاء والحلفاء في سوريا. وباسمكم جميعا نحيي الجيش العربي السوري وحلفائه الذين بالفعل يسطرون اليوم بداية لعالم جديد مختلف تماما عن العالم الذي عشناه قبل هذه الحرب الظالمة على سوريا. وأود أن أبدأ من الموضوع الدولي. فمنذ أسبوع أو 10 أيام كان هناك اجتماعان هامان في نيودلهي وفي لندن. أما في نيودلهي فقد اجتمع القادة 5 لدول البريكس، روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا. وفي الوقت ذاته اجتمع زعماء من الولايات ووزراء خارجية من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى في لندن. وكأن المشهد يتحدث عن قطبين في العالم وعن ماهية هذين القطبين والمقارنة بين هذين القطبين. ففي الوقت الذي ظهر به زعماء قادة البريكس جميعا في نيودلهي يلبسون الزي الهندي
ويرفعون تحية للعالم في اعتراف رائع عن التناغم الثقافي وعن الاختلاف الثقافي الذي يؤدي إلى تفاهم سياسي، وفي تناقض واضح مع الصورة في لندن والتي لا تؤمن إلا بالنموذج الغربي وتعميم هذا النموذج في اللباس والأكل والهوية وفي كل مناحي الحياة. قد نشعر اليوم أن العالم يمر في وقت صعب، وذلك لأن قطب البريكس لم يتمكن بعد من أن يكون السيد في هذا العالم، ولأن القطب الغربي لم ينحدر بعد تماماً وهو في حالة انحدار، ولكنه ما زال يستخدم الإعلام استخداماً فظيعاً للإيحاء للعالم بأنه ما زال قطباً قوياً وما زال سيد العالم. ولكن حقيقة الموضوع أن القطب الساعد، قطب البريكس وقطب المقاومة، هو القطب الذي سوف يحدد هوية العالم في المستقبل. ولا شك لدي أن هذا الوقت الذي يعتبر فيه بعض العرب أنه وقت صعب أو أنه مبرر للتنازل عن حقوق، أن هذا الوقت هو وقت الصمود، وأن هذا الوقت هو وقت التفاؤل، وأن هذا الوقت هو الوقت الذي يدلنا جميعاً على أن المستقبل لنا، وأن هذه الحرب الظالمة على سوريا قد غيرت المنطقة والإقليم، ولا شك أنها ستغير العالم بدون شك. لم يحتاج السيد الرئيس المرحوم حافظ الأسد إلى 23 عاماً ليقول أن اتفاق أوسلو لا قيمة له، وأنه لن ينفذ منه شيء، وأنه كارثة على الأمة العربية، بل قالها مباشرة بعد اتفاق أوسلو. ولا نحتاج اليوم إلى 23 عاماً، ولم يحتاج السيد الرئيس بشار الأسد إلى 15 أو 10 أعوام ليقول أن هذه الحرب على سوريا ستحدد مستقبل العروبة ومستقبل العالم، وهذا هو ما نراه جميعاً أمامنا. إن اعتراف اليونسكو بأن لا علاقة لإسرائيل بالإرث التاريخي الفلسطيني هو اعتراف مهم، فللمرة الأولى تمتنع دول أوروبية عن التصويت أو تصوت دول أوروبية لصالح القضية الفلسطينية ولصالح فلسطين. ولذلك فإن التخاذل اليوم مرفوض تماماً من قبل العرب، والتخاذل اليوم من قبل من يتخلى عن أي من الحقوق مرفوض تماماً، بحجة أن العالم العربي في حال صعب وأنه لا أحد يستطيع أن يقدم شيئاً لفلسطين. إن حال العالم العربي الصعب اليوم هو من أجل فلسطين، إن كل ما جرى في العالم العربي هو من أجل تقويض الحق العربي والحق الفلسطيني. ولذلك كما قلت دائماً، تبقى فلسطين جوهرة التاج، ويبقى النضال من أجل فلسطين يحتل الأولوية الأولى لنا جميعاً. فلا فرق أبداً بين نضالنا في سوريا وبين نضال الإخوة الفلسطينيين في فلسطين. وإذا راجعنا مراجعة بسيطة لما حدث في البلدان العربية خلال هذا الجحيم العربي الذي أسموه ربيعاً عربياً، نلاحظ أن استهدافاً أساسياً وممنهجاً كان للمخيمات الفلسطينية وللفلسطينيين في معظم أنحاء الوطن العربي، ولإعطائهم اللجوء في دول أوروبية من أجل تصفية حق العودة. ومن هنا فإننا نعتبر نضال الإخوة الفلسطينيين إلى جانب الجيش العربي السوري وامتزاج الدم الفلسطيني بالدم السوري هو أمر طبيعي، وامتزاج الدم اللبناني والدم الإيراني بالدم السوري هو أمر حقيقي ومؤشر على أن المستقبل هو لهذا المحور، وأن هذه ضرورة الحياة،
ولا يوجد مبدأ نأي بالنفس أو لا علاقة لما يجري هنا بما يجري هناك. فكلنا جميعا كما قال الرئيس بشار الأسد في قمة عام 2008 في دمشق، قال السيد الرئيس بشار الأسد مخاطبا القادة العرب: كلنا في قارب واحد، فإما أن ننجو جميعا وإما أن نغرق جميعا. وها هو اليوم من الواضح لنا أن هذا الاستهداف هو لنا جميعا، وللعروبة ولكل شرفاء في العالم. ولكني أبشركم أن القطب الجديد الصاعد اليوم، وأن سوريا وفلسطين وإيران وكل الأحرار في العالم هم جزء من هذا القطب الذي تتزعمه روسيا والصين. أبشركم جميعا أن هذا القطب سوف تكون له عقلية مختلفة وأخلاق مختلفة تعترف بإنسانية الإنسان وبجمال تبادل الحضارات والثقافات، وسوف ينهي هيمنة القطب الواحد الذي أباد حضارات في العالم لكي يبقى هو السيد. وأبشركم أيضا أن الكثيرين في الغرب اليوم يأتون إلينا، والبارحة كان هناك مفكران فرنسيان هامان جدا التقيت بهما. الكثيرون في الغرب اليوم يحاولون إيجاد سبل للتخلص من الهيمنة الإعلامية الغربية وللوصول إلى الحقيقة وللوقوف مع الحق ومع الشعوب المضطهدة وللوقوف من أجل سيادة الدول. إن المشروع الإخواني الصهيوني الأمريكي، هذا المشروع هو ضد الدولة الوطنية، وهو ضد العروبة، وهو ضد أي دولة ذات سيادة، وهو مع التدخل، وهو مع مصادرة حقوق الدول في تسيير أمورها. ولذلك لاحظنا الحرب على العراق والحرب على أفغانستان وعلى ليبيا وعلى سوريا، ذلك لإنهاء الدولة الوطنية. وتلاحظون اليوم أن الإرهاب وأسيادة يعبر من العراق إلى سوريا ومن تركيا إلى سوريا بمباركة صهيونية أمريكية غربية تركية. ولذلك فإن نضالنا نحن يجب أن يتركز على أننا جميعاً محور واحد مقاوم لهذا الإرهاب، ومقاوم للإخوان المسلمين، ومقاوم للصهيونية والاحتلال والهيمنة الغربية. إن العالم يتشكل اليوم بشكل رائع وجديد وبشكل يدعو إلى التفاؤل، وما علينا إلا الصبر والصمود. يقول وزير العدوان والحرب الإسرائيلي إيفيدور ليبرمان البارحة أنه ليس على إسرائيل أن تقاتل، لأن العرب والمسلمين يقتلون بعضهم، وهو لا يعلم أن هذه الحرب الحارقة سوف تزكي بأرواح شهدائها النضال والمقاومة، وأن المقاومة القادمة للكيان الصهيوني وللإرهاب ولكل من يدعمهم هي مقاومة أشد وأعتى مما شهدوها في أي لحظة في تاريخهم. نحن متفائلون جداً أن النصر حليفنا دون شك، لأن التوازن اليوم يعود إلى توازن قوى تؤمن بالشرعية الدولية وتؤمن بالدولة الوطنية وتؤمن بالأخلاق الإنسانية وتؤمن بقدسية الروح البشرية، مقابل من أبادوا حضارات وهيمنوا على دول وسفكوا دماء ومستمرون في إهانة وإذلال الشعوب من أجل مصالحهم الاقتصادية وغيرها من المصالح. إذن هذه الهيمنة الغربية في الإعلام وهذا التهويل عن قوتهم، هم أضعف بكثير مما يدعون ونحن أقوى بكثير مما يعرفون، هذه حقيقة ثابتة. هم يستغلون نقاط ضعفنا ولا يعرفون أن نقاط ضعفنا سوف تحولها هذه الحرب إلى قوة لنا. ولذلك أدعو من على هذا المنبر الشعب العربي والإذاعات العربية والإعلام العربي إلى العودة إلى فلسطين والتركيز على فلسطين وعلى الحق العربي وعلى العروبة، لأن العروبة هي الحل ولأن المقاومة هي الحل.
وألا نيأس، هم يلعبون على عامل لزمن، والزمن دون شك لصالحنا. قد يكون بعض التشاؤم ناتج عن أن العالم اليوم في حالة عدم توازن، وهذا صحيح، لأن قطباً يتشكل وقطباً آخر ينحدر، ولذلك من الطبيعي أن يكون العالم اليوم في حالة عدم توازن، ولكن عالم المستقبل هو لأصحاب الحق وللصامدين وللمدافعين عن حقوقهم. ولو كان لدينا الوقت لقلت لكم أن عناصر التفكك واضحة جداً، ليس فقط في المحور المعتدي علينا، وإنما في قلب الولايات المتحدة، وفي إدارة الولايات المتحدة، وفي إدارة أوروبا. هناك تفكك وضياع، والفكرة الاستعمارية التي يحملها البعض منا على أن الغرب هو الأقوى والغرب هو الأدهى والغرب هو القادر، هذه فكرة موجودة في الإعلام فقط. إن من قوض الاتفاق الروسي الأمريكي هو البنتاغون، لأنه لم يتفق مع البيت الأبيض ولم يتفق مع وزارة الخارجية، وهذه ليست دولة قوية. وأبشركم أننا في 20 عاما القادمة سنكون في عالم نزهو به بانتصارنا، ونفتخر جميعا بأننا كنا في أوائل المقاومين للإرهاب، وسيكون اسم السيد الرئيس بشار الأسد كاسم ديغول، سيكون اسم السيد الرئيس بشار الأسد كاسم ديغول في مقاومة النازية، وسيفخر كل من أيد سوريا وكل من أيد فلسطين بأنهم كانوا في المكان الصحيح في الزمن الصحيح. الرحمة لشهدائنا جميعا. وأتمنى أيضا من الإعلام العربي ألا يذكر أرقاما فقط، وإنما أن يذكر أسماء الشهداء، فكل اسم من هؤلاء الأسماء هو اسم مقدس له أم وأب وعيلة ومحيط يفتقده بعد استشهاده. علينا أن نكرم شهداءنا كل يوم، ونكرم أسرى فلسطين الذين رهنوا حياتهم من أجل القضية، ونقول لهم إننا لن نخيب آمالهم. وإذا لم نستطع نحن تحقيق هذه الآمال سنعطي المشعل لأولادنا وأحفادنا، ولكن الشمعة لن تنطفئ أبداً إلا بالتحرير. شكراً جزيلاً لكم. نبقى وتبقى دمشق هي نبض القدس، والقدس هي نبض دمشق. شكرا لحضوركم، وإلى لقاءات قادمة في عام